التمكين اللغوي عن طريق التواصل والتحاور، تنمية قدراتهن على التفكير العلمي المنظم والعمل على الانتشار من الجهل والظواهر الغريبة اللي كتكون مثل الشعوذة مثل الأشياء المتعددة. ممكن لا بد من هاد الأهداف اللي حددنا تكون منساجمة معنا حنايا مع استراتيجيتنا حنا كرابطة، اللي من بين المقومات ديالها هو العمل بشكل متوازي، دائما العمل القرب مع الناس والعمل التراكوي. الرابطة منذ النشأة ديالها هي كتمشي في هاد الاتجاهات المتوازية، ما يمكنش نخدمو مع الناس لأننا ما كنديروش عمل إحساني بقدر هو مع العمل مع الناس، ليس العمل من أجل الناس، هو أنهم يعرفوا الحقوق ديالهم ويدافعوا عليهم. حنايا كنديروا المواكبة، حنا ماغاديش حنايا نساهم نقترح نعملوا مع الناس على أنهم يتخذوا القرارات، وبالتالي كان لابد من يكون هاد الخطين المتوازيين غادي بشكل مقارب، بأنه العمل مع الناس زائد التراكع من أجل تغيير واحد الوضعيات اللي مشحفة، وضعيات لأنه النسبة، علاش بالضرورة حنا كفيدرالية خدمنا مع النساء؟ لأنهم أكثر نسبة الأمية فينا. في لقاءات مفتوحة مع النساء تقول لي تسولوهم علاش ما قراش، تقول لي أنا بنت خوتي خويا ولا بغي خويا ولا محامي، ولكن أنا حيت بنت كنت أنا اللي تحاولي، وبالتالي هذا الحيط وهذه الوضعيات الجائرة كان لابد من ترافع باش نغيروا هذه الوضعيات. ممكن الأساسي هو أنه كيفاش نوصلوا لهذا الهدف؟ بدينا باش ديما كنربط عليا كيف وكيفاش وكذاك وهذه، بدينا حنا كمجموعة ديال النساء اللي بدينا في 93 تأسسنا قانونيا، 94 كان عندنا واحد المركز صغير ووقت بزاف كنقول لهم أنايا ضيق في المسافة واش نسيو من المحبة والتقاسم، كان صغير بزاف هذاك المركز، درنا فيه التعبئة في 94 توزع علينا واحد العدد كبير ديال النساء، عدد كبير كبير بزاف، لأنه كانت حاجة مريحة في 94 كلهم النساء ديال المنطقة ديال المدينة جاو عندنا على أساس أنهم باش نكونوا صريحين، الورقة التوجيهية ديال الرابطة في التأسيس وفي الورقة التقنية ديال التعليم الكبار حاطة أهداف كبيرة ونظريات كبيرة، ولكن في الصباح كان عندنا مشكل كيفاش نخدموا هذا الشيء. اللي كان حاضر عندنا في الدرجة الأولى هو رفض التطوع المسؤولي. نادية بكوري رئيسة المكتب الجهوي لجهة الرياضة تسلاق ميطرة. الندوة ديال اليوم كانت تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة الأمية من جهة، ومن جهة ثانية كذلك افتتاح الموسم الاجتماعي لهذه السنة جهة محاربة الأمية، وكذلك مزاولة ولا استئناف الحرف الصغيرة. دونك حنا كنعتبروا في فيدرالية رابطة حقوق النساء بأن نحو الأمية لا يقتصر على تعلم القراءة والكتابة والحساب، بل يتعداه إلى التربية على المساواة وعلى التربية كذلك على المواطنة، كذلك تشجيع ودعم قدرات النساء يعني في المجالات القانونية والحقوقية، وكذلك من خلال مجموعة من الورشات اللي كتكون تحسيسية في المجالات كما سبق قلت القانونية والصحية والبيئية والاجتماعية. وشكرا. وشكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.